السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا اول درس في كتاب المفيد او ماتيماتيك بروميير اني سيكل سكوندير كوليجيال انشينمون دوبيراسيون سير لي نومبر اونتي اي ديسيمو سلسله العمليات على الاعداد الصحيحه والعشريه. سبق لنا عرفنا شنو هي الاعداد العشريه والاعداد اعداد صحيحه. اذا نذكروا بهذا الاعداد نومبر اونتي الاعداد الصحيحه اكزامبل 0 1 2 3 15 23 100 314 ايتترا. قلنا ها هي هاد الاعداد الصحيحه اللي كتكون من جزء صحيح. وكذلك عندنا لي نومبر ديسيمو الاعداد العشريه وهي اللي كتكون من جزء صحيح وجزء عشري. الجزء الصحيح والجزء العشري اللي بعد الفاصله. Exemple 2,54, 16,13, 40,06, 445,71, etc. Donc, il y a des opérations, les malades, les gens qui ont été en train de faire des choses, أول أوبيراسيون هي لاديسيون أي الجمع. إكزامبل 9 بلس 5 يكال 14. عندنا هاد العملية وهي عملية الجمع 9 زائد 5 تساوي 14. سبق لنا عرفنا بأن لعملية الجمع عندنا الحد الأول والحد الثاني والمجموع. بالفرنسية كنسمو هاد الحدين و المجموع كنسموه صوم. ثاني عملية سوستراكسيون هي الطرح. اكزامبل 15 موان 8 يكال 7. عندنا العملية وهي 15 ناقص 8 تساوي 7 كيف ما سبق لنا عرفنا. كذلك عملية الطرح تتكون من حد الأول والحد الثاني والفرق. بالفرنسية هاد الحدين كذلك نسموهم دي تيرم والفرق كنسميوه ديفيرونس. ديفيرونس ب او ربما مكيبانش مزيان. هادي او ان سي او. لوبيراسيون الثالثة وهي لا ملتيبليكاسيون. اكزامبل 7 فوا 5 ايكال 30 5. عندنا لا ملتيبليكاسيون هي الضرب عملية الضرب. عندنا 7 مضروبة في 5 تساوي 35. كذلك سبق لينا عرفنا بأن عملية الضرب تتكون من العامل الأول والعامل الثاني و 35 تسمى الجداء. بالفرنسية كنسمو هاد العاملين فاكتور فاكتور جداء. بالفرنسية كتسمى برودوي. وآخر عملية وهي لا ديفيزيون هي القسمة. اكزامبل 124 ديفيزي بار 8 ممكن نكتبو على هاد الشكل اللي هو عدد كسري ايكال 124 ديفيزي بار 8 ايكال 15.5. وبالقسمة 15.5 كنسموه الخارج. بالفرنسية كوتيان.
نتعرفوا على قواعد هذا الدرس ان شاء الله من بعد نشوفوا التمارين. ان كالكول سون بارونتيز الحساب بدون اقواس ا افيك دي زاديسيون اي دي سوستراكسيون بي الجمع والطرح. Règle 1. Dans un cas qui sont parenthèses comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. C'est la règle que nous avons dit que nous avons une série de l'amaliyat qui a fait le jambe et le tarh. Nous avons fait le calcul de l'aliasar et l'aliamin. Inch'Allah, nous avons fait le calcul. Nous avons la règle 2 avec multiplication et des additions. Nous avons fait le calcul La règle 2, dans un calcul sans parenthèse, comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. Maintenant, 3, avec des additions, des soustractions et des multiplications ou divisions. هنا ملي كيكون عندنا العمليات فيهم الجمع طرح الضرب او القسمه لا ريغل 3 dans un calcul sans parenthèse on effectue les multiplications et les divisions avec les additions et les soustractions هاد لا ريغل كتقول لنا ملي يكون عندنا واحد المجموعه او سلسله من العمليات عندنا بها الجمع الطرح الضرب او القسمه او الضرب القسمه والضرب في نفس الوقت كنسبقوا اولا الضرب والقسمه حتى كنحصلوا على واحد السلسله من العمليات فيها يا اما الطرح بوحدو او الطرح والجمع او الجمع بوحدو وكنطبقوا لا ريغل 1 اللي كتقول لنا ملي يكون عندنا سلسله من العمليات بها الجمع والطرح كنبداو من اليسار نحو اليمين ثم نشوفوا حاجه اخرى دو كالكي افيك بارونتيز هنا عندنا الحساب ب الأقواس. Règle 4. Dans un calcul avec parenthèse, on commence d'abord par effectuer les calculs entre parenthèses. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par effectuer les calculs dans les parenthèses intérieures. هنا كتقولينا la règle. ملي كيكون عندنا واحد السلسلة من العمليات وعندنا فيها الأقواس. ملي يكون عندنا الأقواس كنبداو أول حاجة بالأقواس. كنحسبوا ما بداخل الأقواس. عاد كنطبقوا لي ريغل اللي شفنا من قبل اولا كان عندنا الاقواس وعندنا مجموعه من الاقواس كنبداو بالاقواس الداخليه مثلا في هذا المثال اللي عندنا عندنا دي ايغال 97 موان انتر غيمي 6 فوا انتر بارونتيز 4 بلس 5 موان 10 دابا عندنا قوس هاد لي غيمي نعتبرهم قوس عندنا القوس داخل منه القوس اذا من عندنا قلنا بليزيوغ نيفو دو بارونتيز اذا اش غنديرو غنبداو اول حاجه بهاد الاقواس الداخليه هما اللي كنعنيو بهم الاقواس الداخليه ولا لي بارونتيز انتيريور كنبداو بهم هما الاولين عاد كنطبقو بحال مثلا هنا ملي طبقنا 4 زائد 5 عطاتنا 9 ثاني غنطبقو لا ريغل 3 لا ريغل 3 شنو كتقول لنا الاسبقيه للضرب والقسمه هنا عندنا الضرب غادي نسبقو الضرب عاد غادي نسبقوا كذلك ما بداخل الاقواس اللي فاش اخر حاجه غيبقى عندنا لا سوستراكسيون غادي نبداو عمل ان نخدموا العمليه عادي اما اذا كان عندنا مجموعه من العمليات المهم اننا نسبقوا ما بداخل الاقواس الداخليه عاد الاقواس الاخرى وحنا دائما كنطبقوا لي ريغل اللي شفنا من قبل عندنا كذلك 3 D'extrait BTVT de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. توزيعيات الضرب على الجمع والطرح. La règle 5, الطرح. Règle 5, A, B et K sont des nombres décimaux. A, B et K, أعداد عشرية. عندنا K fois entre parenthèses A plus B. Dans le 9, عندنا هذا جداء. أو عملية الضرب عندنا العامل الأول والعامل الثاني العامل الأول فهو عدد والعامل الثاني فهو عبارة عن مجموع إذا فهاد العامل اللي هو عدد وزعناه على أ وعلى ب إذا فهنا توزيعية الضرب على الجمع ويساوي ك مضروبة في أ
زائد ك مضروبة في ب. كذلك هنا عندنا العامل الأول عبارة عن عدد والعامل الثاني عبارة عن فرق. إذن فتوزع هذا الجداء على الطرح، أي هاد ك وزعنا على أ وعلى ب. ثم عندنا أون دي كو لا ملتيبليكاسيون إي ديستريبيتيف بارابور على لاديسيون إي على سوستراكسيون، أي أن الضرب توزيعي على الجمع والطرح. برودوي ترانسفورم أنسوم ك فوا أ بليس ك فوا ب إيكال ك فاكتور أ بليس ب. إذن هنا عندنا هذا هو الجداء وتحول إلى جمع. إذن هنا برودوي ترانسفورم أنسوم، أي أن الجداء تحول إلى جمع. سون ترانسفورم أون برودوي، كذلك هنا عندنا جمع تحول إلى جداء. هذا هو الجمع تحول إلى جداء اللي هو ك فاكتور أ بليس ب إيكال ك فوا أ بليس ك فوا ب. 4. Convention d'écriture. Règle 6. On peut supprimer le signe de multiplication entre deux lettres devant une parenthèse entre un nombre et une lettre. Maintenant, maintenant, on a A fois B. نحيدو هاد العلامة ونكتبو A fois B. كذلك عندنا A fois 2 par exemple. عندنا entre deux lettres، هيا entre deux lettres عندنا العلامة ما بين جوج ديال الحروف يمكن لينا نحيدوها. كذلك devant une parenthèse نكون عندنا مثلا 2 fois نفتحو لي parenthèse 3 plus 2 par exemple égal 2 ونفتحو القوس 3 plus 2. إذن هاد العلامة يمكن لينا نزولوها في هاد الحالات الثلاثة. و entre un nombre et une lettre، عندنا هنايا واحد لو نومبر و اون لتر، نقدرو نزولوها ونكتبو أ دو أو بيان دو أ. أما إذا كان عندنا مثلا اثنان مضروبة في خمسة، ميمكنش لينا نديرو اثنان خمسة، لأن اثنان مضروبة في خمسة تخالف 25، هنا غادي يولي عندنا واحد رقم آخر. أما هنا عندنا اثنان مضروبة في خمسة فكتساوي 10، إذا ميمكنش لينا في هاد الحالة أننا نزولو هاد العلامة ديال الضرب. وندوزو نشوفو التمارين. عندنا التمارين الأول من صفحة 16. كالكولي لي نومبغ أ بي سي سويفون. عندنا أ إيكال 36 بليس 24 moins 52 plus 3. إذا في هاد الحالة كيفما كنشوفو عندنا لاديسيون و سوستراكسيون. دونك غادي نبداو لو كالكول دو غوش ا دغوات. دونك إيكال عندنا 36 بليس 24 إيكال 60. إذا بدينا من اليسار نحو اليمين، دو غوش ا دغوات. عاد نرجع ندير موان 52 بليس 3 إيكال، ثاني نديرو دو غوش ا دغوات، 60 موان 52 إيكال 8، ونضيف بليس 3 إيكال 8 بليس 3 إيكال 11. إذن هادي هي الطريقة باش كنحلو سلسلة من العمليات اللي فيها لاديسيون إي سوستراكسيون، الجمع والطرح. عندنا بي إيكال 3.5 moins 2.5 plus 14.3 moins 5. دائما de gauche à droite. 3.5 moins 2.5 égale 1. On a hâte plus 14 moins 2.3 moins 5. دائما de gauche à droite égale عندنا 1 plus 14.3 égale 15.3، ونرجع نكتب moins 5 égale 15.3 moins 5 égale 10.3. C'est égal 4.8 plus 6 moins 7.6
moins 1,2. دائما نفس الشيء لو كالكيل دو غوش ا دروات نا 4,8 بلس 6 ايكال 10 بلس 8 نكتب موان 7,6 موان 1,2 10,8 موان 7,6 ايكال 3,2 ونوضع موان 1,2 نكتب ايكال 3,2 moins 1,2 égale 2. Donc, faire هنا طبقنا la règle 1. On a تمرين ثاني calculer l'expression suivante. On a A égale 36 moins, غادي نفتح واحد القوس 6 plus 10 ونغلق القوس moins 12. Donc, faire الحالة غادي نطبقوا la règle 4. اللي غادي كتقول لنا نبداو الاسبقيه للاسوا الاقواس عفوا غنكتب 36 موان عندنا 6 بلس 10 ايكال 16 ونوضع موان 12 ايكال 36 موان 16 ايكال 20 ونكتب موان 12 هنا من درنا الاسبقيه للاقواس كيبقى عندنا واحد السلسله من العمليات فيها فقط لا سوستراكسيون فيها غير الطرح كنبقى دائما من اليسار نحو اليمين حتى كنكمل هاد السلسله قال عندنا موان 20 12 ايكال 8 عندنا بي ايكال نفتح بارونتيز عندنا 43 موان 6 ونقفل parenthèse, obtenez moins, entre parenthèses 5, plus 23. Maintenant, on a la sbaqiyya li al-aqwes. Donc, on a 37, on a moins, on a 5 plus 23 égale 28. On a l'amélioration de la soustraction, ou bien l'opération de soustraction. 37 moins 28 égale 9. C égale 30. Pardon, non. C égale 19. On va faire une 19. Plus, entre parenthèses, 12 moins 8. Plus 6. Et même quand on prend la règle 4. On effectue le calcul entre parenthèses et maintenant, on doit aller mettre Z. 12 moins 8 égale 4 plus 6 égale. On va mettre la l'amélioration de l'échelle. Le chaos, ça va être l'amélioration de l'échelle. On va mettre de gauche à droite. 19 plus 4 égale 23, plus 6 égale 23 plus 6 égale 29. Je vous demande, tel état, effectuer les calculs suivants en respectant les propriétés des opérations. Maintenant, je vous demande, on va dire, le calcul, et je vais dire, العمليات القواعد اللي سبق شفناها هنا اول عمليه وهي او عمل سلسله وهي ا ايكال 15 ديفيزي بار 5 موان 4 بلس 12 هنا عندنا لو كالكول سون بارونتيز وعندنا لا ديفيزيون ملتي سوستراكسيون اي لاديسيون هنا غنطبقوا لا ريغل 3 الاسبقيه للقسمه Then, 15 divisé par 5 égale à 3. On écoute moins 4 plus 12. Nadna, ou la sède, nous avons la sède d'améliette. Ou améliette, à part, ou le jamais, et d'un radin bida, min l'yassar, n'hua, l'yamin, de gauche à droite. D'un radin de gauche à droite. 3 moins 4 égale moins 1. Nadna, adresse, mais elle m'a sauté au chli, dial les nombres relatifs, l'aide nisbia. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوه انا غادي نكمل هذه العمليه ولكن نتوما مازال ما وصلتو لهذا الدرس وندير بلس 12
égale moins 1 plus 12 égale 11. C'est-à-dire P égale 19 plus 12 fois 3 moins 24. Non, l'addition, multiplication et soustraction. On a l'asbaqia, la multiplication. On a l'asbaqia, la darb. On a 19 plus 12 fois 3 égale 36 moins 24 égale. On a صبحت عندنا العمليتي الجمع والطرح اذا دائما دو غوش ا دروات 19 بلس 36 ايغال 55 موان 24 ايغال 31 عندنا سي ايغال 38 موان 5 فوا 1.4 موان 1 عندنا soustraction, multiplication et encore soustraction. On va dire que multiplication. On va dire que nous allons effectuer les calculs suivants en détaillant toutes les étapes. Maintenant, on va les parenthèses. On a deux niveaux de parenthèses. On va dire que nous allons faire les aqwas al-dakhiliya. On va dire que الحساب نوضعو 2.1 فوا فتحو الجيمي وندير 12 موان عندنا 4 بلس 3 يقال 7 إذا بدينا بالأقواس الداخلية كما كتلاحظو عندنا قوس وسط منو قوس إذا كنبداو دائما بالأقواس الداخلية وكنغلقو القوس إيكال 2.1 دائما كنبداو ب الأقواس. إذن غادي نحسبو كذلك ما بداخل القوس أو القوسين. 12 موان 7 إيكال 5 إيكال 5 فوا 1 إيكال 5 5 فوا 2 إيكال 10 عندنا 1.. نو نجو آخر رقم نوضعو لا فيغيل إيكال 10.5 عندنا كذلك التعبير بي كذلك هنا عندنا دو نيفو دو بارونتيز اذا دائما كندخلو لي بارونتيز انتيريور الاقواس الداخليه نفتحو معقوفه نكتبو 28 موان 6 بلس 4 ايكال 10 ونغلق ثم ديفيزي بار 6 ايكال عندنا 28 موان 10 ايكال 18 ديفيزي بار 6 18 divisé par 6 égale 3. نسبه التعبير سي عندنا soustraction, multiplication, l'addition et multiplication. اذا دائما غادي نبداو او الاسبقيه لا multiplication كنوضع 56.3 ونحسب 3 فوا 2.5 وندير موان ونحط شنو هو اللي عندي في الجواب وندير بلس ونوضع 7 fois 4 ده يقال 28 ونكمل عتبقى يعني la soustraction et l'addition ودائما نبدأ de gauche à droite نحاول أنني نشرح بعض العمليات والعمليات الأخرى نصابهم باش مبقاش الفيديو يطول بزاف تمرين 5 effectuer les calculs en détaillant toutes les étapes نجزو العمليات أو الحساب بتفصيل جميع المراحل عندنا ا ايكال 38 موان 7 فوا 5 موان 18 ديفيزي بار 9 عندنا سوستراكسيون ملتيبليكاسيون سوستراكسيون اي ديفيزيون اذا عندنا الاسبقيه ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون ايكال هنا 38 موان هنا 7 فوا 5 ايكال 35 موان عندنا 18 divisé par 9 égale à 2 égale 38 moins 35 égale à 3 moins 2 donc A égale 1 3 moins 2 égale à 1 maintenant B égale
la soustraction, عندنا les parenthèses, عندنا la parenthèse الثانيه عندنا فيها soustraction et multiplication. اول حاجه غنبداو بالmultiplication. نديرو 7 moins, نقدر نبدا بهاد القوسين 9 moins 7 égale à 2 plus هنا نفتح واحد القوس نكتب هنا 8 moins عندنا 3,5 fois 2 نحسبها هي الاولى non, 3,5 fois 2 égale 7 égale 27 moins 2 plus on حسب ما بداخل القوسين 8 moins 7 égale à 1 égale maintenant de gauche à droite on va faire le calcul maintenant de l'yassar et là l'yamin maintenant 74 moins 2 égale 72 plus 1 égale 73. Maintenant, c'est maintenant plusieurs niveaux de parenthèse. من بعد نبداو كذلك بالملتيبليكاسيون هي الاولى عاد نكملو المهم نشوفو هاد التعبير اول حاجه غادي نبداو بهاد الاقواس الداخليه 4 فوا 8 موان 15 موان 8 ايكال 7 فوا 2 فوا 3 بليس 7 fois 2 égale à 14, plus 2, moins 10. Maintenant, هاد القوس غادي نبداو ب عملية الضرب أولا. نفتحو معقوفة 4 fois 8 égale 32 moins 7 fois 3, plus maintenant 14 plus 2 égale 16. خلينا نحيدو القوسين موان 10 نرجعو ما بداخل القوسين 32 موان 7 إيكال 25 فوا 3 بلس 16 موان 10 إذن هنا عندنا الملتيبليكاسيون لاديسيون سوستراكسيون دائما كنبداو ب لاملتيبليكاسيون عندنا 25 فوا 3 إيكال 75 بلس 16 moins 10 ملي قعدنا عمليتي الجمع والطرح او الجمع و سلسله من عمليه الجمع والطرح كنبداو دائما دو غوش ا دروات دونك هنا عندنا 75 بلس 16 ايغال 91 moins 10 ايغال 81 بالنسبة للتمرين 6 كالكولي عندنا A B C D عندنا كيف ما كان لوحدو عندنا القوسين إذا دائما ندخلو الأقواس الداخلية ثم القوس الآخر عاد كان من كنزولو ملي مبقاش عندنا العمليات اللي بداخل الأقواس كتصبح عندنا واحد العملية إما فيها الضرب أو الجمع أو الضرب والجمع والطرح المهم أن الأسبقية كتكون دائما الضرب والقسمة نفس الشيء بالنسبة للب غادي نبداو ب ما بداخل هاد القوسين عاد غادي نبداو ما بداخل هاد القوس الوسط عاد هاد القوس الكبير من بعد كنبقاو نخدمو العمليات عادي يعني كنحاول غير نشرح الباقي لان شفنا بحالهم باش ما نطولش الفيديو سي عندنا دائما الاقواس غادي نبداو من بداخل هاد القوس ثم غيبقى عندنا 1 بلس 3 يقال 4 نديرو 4 فوا 6 وهنا غادي نبداو ب 3 فوا 8 ابخي يقال 24 نضربوها كذلك في 3 وغادي يبقى عندنا واحد العملية ديال سوستراكسيون ديال الطرح وغادي نخدمها عادي عاوتاني عندنا التعبير دي يقال هنا عندنا كذلك قوسين نخدم دائما ما بداخل القوسين ونوضع العلامات ديالت سوستراكسيون اللي هي
ناقص. من بعد نكمل العملية عادي. نجو للتمرين، التمرين 6 شفنا مجموعة ديال التعابير بحالو، إذا غيكون إن شاء الله سهل باش أنكم تحلوه. يمكن اللي ما فهمش ليه خليه ليا في التعليق وأنا نصحح إن شاء الله. التمرين 7 mettre des parenthèses à l'endroit convenable pour que l'égalité suivante soit correcte. هنا غادي قالوا لنا بأننا نوضعوا الأقواس في المكان المناسب باش تكون عندنا المتساوية صحيحة. هنا 3+4 × 2، إذا فين غادي نوضعوا القوسين باش تكون عندنا ليغاليتي إيكالا 14 تكون عندنا صحيحة. إذا عندنا 3+4 = 7، 7 × 2 = 14، دونك غنوضعوا القوسين هنا عند لوبيغاسيون داديسيون في عملية الجمع. شوفوا التعابير الأخرى، أونز بليس 3 × 7 = 32، إذا مش غيكون عندنا التعبير صحيح. عندنا 3 × 7 = 21، عندنا 11 + 21 = 32، إذا غادي نوضعو لي بارونتيز هنا عند لا ملتيبليكاسيون. عندنا كذلك 2 × 7 − 2 + 2 = 12، عندنا 7 − 2 = 5، هنا بين قوسين. ثم عندنا 2 × 5 = 10، 10 + 2 = 12، إذا غنوضعو المعقوفات هنا. إذا عندنا القوسين الأولينيين هما 7 − 2، والقوس الثاني أو القوسين الثانيين هما 2 × 7 − 2 لي فاش +2. عندنا هنايا 5 × 2 = 10 + 2 = 12، هاد عندنا 1,2 × 5 + 2 = 8، 1,2 × 2 = 6، دونك غنوضع هنا قوسين +2 = 8، إذا هنا غيكون عندنا لي بارونتيز. نشوفو التمرين 10، عندنا إكخيغ لو بلي سامبلومون. هنا المطلوب منا هو تبسيط الكتابة كيف ما شفنا في آخر غاقل، وأننا يمكن لنا نزولو علامات الضرب. إذن هاد الكتابة تساوي عندنا 4 × x − 8، إذن في هاد الكتابة عندنا أن نومبغ إي أون لتر، نقدرو نزولو هاد العلامة ونكتبو 4 × 8. عندنا كذلك 5,4 × a إيكال، عندنا كذلك عندنا نومبغ عندنا لتر، نقدرو نكتبو 5,4 a. عندنا التعبير الآخر عندنا لي بارونتيز، دونك غادي نزولو العلامة × 3 + y، كتابة يمكن نكتبوها 4 − x × ونفتحو لي بارونتيز الآخرين 3 + y. هذا عندنا التعبير، عندنا اون لتر اي بارونتيز ا فوا entre parenthèses b + 4 = a entre parenthèses b + 4. كذلك عندنا a fois 3، عندنا une lettre et un nombre égal a 3 ou bien 3a. آخر تعبير هو 2 × π × r =، عندنا nombre et deux lettres، نقدروا نزولوا هذه العلامه ديال الضرب، نكتبوا 2 π r. De pourquoi dans l'écriture 2,57 × 4 ne peut-on pas supprimer le signe fois. Donc le lion bien le سؤال كيقول لنا لماذا ما يمكنش لينا اننا نزولوا العلامه في هاد ليكريتور في هاد الكتابه. نقولوا parce que 2,57 × 4 n'égale pas 2,5
574 لأن الكتابة اللي هي 2.57 مضروبة في 4 لا تساوي 2.574 إذا فشل إلا زولنا هذه العلامة غادي تولي عندنا هذه الكتابة إذا فالكتابة لا تساوي هذه الكتابة ثم عندنا آخر سؤال 3 2 des écritures suivantes sont des écritures simplifiées de 6 fois A fois 3. Lesquelles Adna, juge d'yel, kitabet, le huma, kitabet, mobassata, li hel kitabet, li yasita fi A fi teleta. Dan radin nardou, min hed el kitabet. Binis bel kitabet loulou, il y a 63A, fe edad zoulna, ou la, d'ana, teleta, bel korb min. 6 وزولنا العلامة غادي تعطينا 63 63 ديفيرون على 3 فوا 6 إذا هادي خطأ عندنا 9 أ خطأ كذلك عندنا 6 فوا 3 أ لا عندنا 6 أ 3 إذا في هاد الكتابة زولنا هاد العلامتين اللي هما علامات الضرب ثم عندنا إذا هاد الكتابة صحيحة عندنا 18 أ 18 أ يمكن لنا كذلك هاد 18 أ كتساوي لنا 6 أ 3 égal 6 fois 3a. 6 fois 3 égale 18. On écrit a. Donc, le kitabet est là. C'est le kitabet. Le kitabet est là.